تسكنوا في داركم وبغيتوا تمتعوا في واحد الدار زوينه في مدينه سياحيه وبغيتيها او ميم طون تدخلك شويه ديال الفلوس، بلا شك انكم عرفتوني علاش غادي نهضر وشنو هو موضوع الحلقه. خليكم معايا. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده، موضوع جديد متميزه بزاف، بلا شك انكم عرفتي وعلاش غادي نهضروا، وهي حلقه الاستثمار. اللهم لك الحمد، تنعرفوا ان الحاله الوبائيه مشات والمغاربه اللي هما في ارض الوطن واللي خارج الوطن قرروا وبغاو يستثمروا فلوسهم في مناطق سياحيه في شي ديور اللي هما زوينين وكيناسبهم. الضيفة ديالنا اليوم هي مدام هدى، بغيتي تعرفوا عليها اكثر وتشوفوا الطلبات اللي بغات، خليكم معنا. انا مغربيه مقيمه في الخارج هذه اكثر من 15 سنه، عندي جوج دوليدات 13 عام و 9 سنين. دخلت للمغرب من بعد هذه الجائحه، هذا العام هذا دوزت العيد هنايا وجيت المحمديه وكريت في المحمديه، وليداتي عجبتهم المحمديه ودكو بغيت ندير ان انفستيسمون في المغرب في بلادي. هنا اذا الضيفة ديالنا اليوم كتقلب على باش تستثمر في مدينة سياحية وساحلية كمدينة المحمدية، ولاني راه الاستثمار فيه وفيه. الو تالفة، بحكم ان كل واحد عندنا كيف ما كتعرفوا في المغرب، واحد كيقول لك ما خذ محل تجاري، واحد كيقول لك خذ ارض، تلفت هادشي علاش جيت لعندكم باش تنوروني. لالا هدى غير تاحي، ما تخافيش ما غاديش نخليوك تالفة، يا كناول ما غادي ترجع لدارك حتى تلقاي اللي بغيتي. اذا هنا هدى فهمت من بعد النصائح اللي عطيناها بان لا لي ماغازان ولا الاراضي مولمينها بحكم انها عايشه في الخارج وما كاينش اللي قابل ليها هادشي. اذا احسن حاجه اللي مولمها هي الدار. ولكن ما تنسيش نوال، راه هاد الدار بغات تستعملها غير في العطله ديال الصيف مع العائله ديالها. ندير انا انفستيسمون اللي يمكن ليا في الصيف نجي مع وليداتي واحد الشهير في العام، او ميم طون نربح منها باش تربحي منها شويه ولا بزاف؟ لا غير شي شويه. ماشي غير شي شويه. حنا هنا غادي ندويو على ثلاثه ديال الحالات. اولا هدى غادي تشري دارها باش غادي تكريها على طول العام وراني ما غاديش تستافد منها. ثانيا غادي تستثمر في الشراء ديال واحد الدار غير باش تخبع فيها فليساتها وتجي ليها وقت ما بغات. ثالث حاجه غادي تكريها موسميا بيريوديكمون باش تقدر تستافد منها في الشهور ديال الصيف كيف ما بغات وفي نفس الوقت ندخلها فلوسها. اذا في هذه الحاله مدينه ساحليه بحال مدينه المحمديه كتبقى احسن استثمار للمغاربه المقيمين بالخارج وحتى الناس اللي في المغرب اللي غادي يديروها ويستعملوها كدار ثانويه. ونصيحه اخرى مهمه نوال، بانه الفراش كيزيد في القيمه ديال المدخول وكيزيد شي شويه في الثمن ديال الدار. هادي ردة الفعل اللي كنت كنقلب عليها، لان اي واحد كيدخل لدار مفرشه كيحس وكيشوف راسو فيها. اول حاجه ما كيضيعش الوقت وما كيخافش يدير اغلاط في الديكور. ثاني حاجه مول الدار ما كيخافش من التكلفه ديال الفراش. علاش؟ لان في هاد الحالات كنستعملوا اثاث بسيط وزوين. مثلا في عطمه نستعملوا الصالون المغربي، كنستعملوا صالون خفيف، كنحطوا صالا مونجي، بعض المرات كنحطوا غير دي موبل ما كيكونوش ماسيف يعني كيت، والحمد لله دابا ولاو موديلات زوينين وباقل تكلفه. اما بالنسبه للبيوت فاهم حاجه خاص النوامس يكونوا مرتاحين وزوينين، كذلك الديكور يكون نوتر يعني كيعجب كل شيء، مثلا الالوان البابي بان والتوب. وما نساوش كذلك الكوزينه اللي ما نخليوهاش خاويه، دائما نفكروا في المعينات، نحطوها كطبيصلات، سخان ديال الماء، كافتيير، واللي زدناها راه كتزاد في الثمن ديال الدار ولا في القيمه ديال الدار. هادشي زوين اللي قالت نوال، ولكن ما عرفناش شحال غادي يطيح تقريبا التفراش ديال دار جوج بيوت وصالون، اجي اسمعوا اش كتقول. ماشي تي سامبل، لو بيجي ما كيكونش بزاف، كيكون بين واحد 7 حتى 10 المليون كومبلي بالفراش بكلشي. دونك غناخذوا شويه من البيدجي ديال الشراء ولا غادي تزيد شويه هكا باش تربح في الكرا. راه دائما هذا الشيء راه ما كيضيعش، راه كنربحوه في الكرا ديال
كاينه واحد الاشكاليه اخرى نوال، وانت خصك تفكيها دابا. واش يمكن لنا نفرشوا الدار ونأتتوها ونجهزوها في جوج ولا ثلاثة ديال السيمانات؟ نعم ممكن، وهذه هي النصيحة اللي بغيت نعطي للناس. الناس اللي كيبغيو ينفيستيو ولا يستثمروا ما يخافوش من الديكور ولا من الفراش، استثمروا. الخبراء دائما معكم، كنعاونوكم كنعطيكم نصائح وحلول باش هكا ما يكون حتى شي مشكل. نتمنى ان هذه الحلقة تكون فاتكم. الى اللقاء في الحلقة الجاية ان شاء الله، موضوع جديد ان شاء الله.